السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية العجب في المنام بأموال الدنيا التي ينال منها كل إنسان ما قسم له ربه، ورؤية العجب في الحلم تدل على الرزق بغير تعب أو الزوجة قليلة المؤن، فيما رؤية العشب الأخضر في المنام تدل على الخير الوفير والنعم. أما من رأى العشب الأخضر الطويل في الحلم فهذا يدل على رزقه مبارك يدوم، ورؤية العشب الأخضر القصير في المنام تدل على الرزق اليسير، فيما رؤية العشب اليابس في المنام يدل على خيبة الأمل أو خسارة الرزق. ومن رأى العشب الأصفر أمام بيته في الحلم فهذا يدل على الإفراط في الديون. أما جمع العشب في المنام فدليل على الصرف في طلب الدنيا، ومن رأى أنه يجمع العشب الأخضر في الحلم فهذا يدل على ادخار الأموال واكتنازها. أما أكل العشب في المنام فيدل على نيل المقاصد وبلوغ المراد، ومن رأى أنه يأكل العشب الأخضر في الحلم فهذا يدل على تيسير الأمور لحصول على ما يسعى إليه. في المشي على العشب في المنام دليل على نيل ولاية ومكان رفيع بين الناس، ومن رأى أنه يمشي في الحشيش الأخضر في الحلم فهذا يدل على قضاء حاجته. فيما قطع العشب في المنام دليل على الكسب والعمل، ورؤية حش الحشيش في اليدين في الحلم تدل على العمل بجد وتفاني لكسب الرزق. أما آلة جر العشب في المنام فترمز إلى امرأة تنفق أموال الرائي. فيما حرق العشب في المنام دليل على ضرر يصيب الرائي والله أعلم. ومن رأى أنه يحرق الحشيش اليابس في بيته في الحلم فهذا يدل على التخلص من المشاكل فيه. فيما رؤية الأعشاب في المنام للرجل تدل على الأموال والأرزاق، وإذا رأى الرجل أنه يجمع الأعشاب في الحلم فهذا يدل على جني ثروة كبيرة. فيما رؤية العشب في المنام للعزباء تدل على السعادة والسرور، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل العشب في الحلم فهذا يدل على تحقيق الأمان والطموحات. أما رؤية العشب في المنام للمتزوجة فيدل على الوفرة والسعة، وإذا رأت المرأة المتزوجة ابنها يأكل العشب في الحلم فهذا يدل على النشأة الحسنة. أما العشب في المنام للحامل فيدل على الفرج والشفاء، وإذا رأت المرأة الحامل أنها نائمة على العشب في الحلم فهذا يدل على تيسير أمور ولادتها. أما العشب في المنام للمطلقة فيدل على المال الوفير والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.